السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناة الملكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في قناة الملكة. عنواننا اليوم مناكير المغناطيسي، واللي بنستخدم فيه نوع خاص من المناكير اللي بإمكاننا بعد هيك نوجه عليه أشكال مختلفة من المغناطيس، واللي في النهاية بتشكل لي خطوط أو الشكل اللي بسمح لي فيه هذا المغناطيس. جهزنا الأظافر مسبقاً بطبقة من البيسكوت، وذلك لحماية الأظفر من التلف والتصبغ. طبعاً المناكير اللي حنستخدمه بيكون باسمين، أحد الأسماء المعروفة اللي هو ماجيك نيل بولش، والاسم الآخر هو ماجنتيك نيل بولش. حنقوم الآن بتجهيز الأظفر بطبقة من هذا الطلاء الخاص. طبعاً قد نحتاج إلى تكرار الطبقات حتى نحصل على لون غني وواضح. طبعاً ما نحاول أن تكون الطبقات كثيفة زيادة عن الحاجة. هلأ بعد ما وضعنا الطبقة مباشرة يجب أن نضع المغناطيس فوق المناكير. طبعا كل ما كان المغناطيس أقرب كل ما كانت النتائج أسرع. بدنا نحاول أنه نمسك المغناطيس بشكل مستقيم وأيضا بدون ما تهتز أيدينا. طبعا طبيعي حيصير هناك شوية اهتزاز باليد، لكن نحاول قدر الإمكان السيطرة على هذا الاهتزاز. طبعا كل ما اقتربت المسافة من الأظفر كل ما كانت النتائج أوضح وأجمل. نحتاج أنه نضع المغناطيس على الأظفر مدة 10 ثواني إلى 20 ثانية. مثل ما أنتم ملاحظين ظهرت عنا الخطوط بلون أفتح من الخط اللي بنستخدمه. هذا هو الشكل النهائي، نتمنى أن يكون نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.